وفي سياق التعامل مع الجائحة وتداعياتها وتنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن صندوق العمل تمكين عن تقديم الدعم للمطاعم التي تقتصر على تقديم الخدمات الداخلية فقط، وذلك تزامنا مع إعلان التوصيات الأخيرة للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا نظرا للمستجدات والتطورات الأخيرة بشأن فيروس كورونا. ومن المقرر أن تقدم تمكين الدعم ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال الموجه للمؤسسات المتأثرة من تبعات الجائحة، وعليه ستكون مدة الدعم المقدمة شهرا واحدا اعتبارا من فبراير 2021. هذا وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي أن فريق عمل تمكين سيقوم بالتواصل مع الفئات المعنية من المطاعم والمقاهي لتثبيت الطلب والبت في صرف المستحقات في أقرب فرصة ممكنة. هذا وأكد في هذا السياق على أهمية الجهود الوطنية التي يقوم فيها جميع العاملين ضمن الصفوف الأولى لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على التوجيهات والقرارات السديدة التي اتخذتها المملكة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ودعم استدامة المسيرة التنموية.